معانا لايف نيوز من العزيز شريف شعبان موجود حاليا في تنزانيا ونتعرف من خلاله على كواليس بعثة النادي الاهلي قبل لقاء سيمبا التنزاني. صباح الخير عليك، اتفضل احنا سامعينك. صباح الخير زميلي الكريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير على ناقد الرياضي الكبير استاذ خالد الاتريبي وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان من تنزانيا من فندق اقامه النادي الاهلي. يمكن عندنا تمرين النهارده الساعه 2 ظهرا بتوقيت تنزانيا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره. رب باذن الله النهارده يكون يوم موفق للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بدا يومه في التاسعه صباحا طبعا بتوقيت تنزانيا، يمكن كان الفطار والغداء يمكن لسه منتهي حالا منذ قليل، كان في الثانية عشر طبعا بتوقيت تنزانيا، الحادية عشر بتوقيت القاهرة، في فرق ساعة بالسلب طبعا أو بالناقص عن تنزانيا. يمكن المحاضرة النهاردة هتكون الساعة 1 الظهر، والتحرك هيكون الساعة 1:30، والتمرين هيكون الساعة 2. مستر بيتسو موسيماني حريص أن التمرين يكون الساعة 2 ظهر بتوقيت تنزانيا، فأنا سألت ليه ماتش الساعة 4 بتوقيت تنزانيا بنتمرن ان الساعه 2؟ قال لك الساعه 2 بيبقى شده الحراره اقوى كمان، فمستر بيتسو موسيماني عاوز يعوض اللاعبين ان يلعب في درجه حراره كمان اخطر من يوم المباراه. يمكن الخبرات الافريقيه الكبيره عند مستر بيتسو موسيماني مديه الافضليه ليه في الحاجات التكتيكات الصغيره اللي ممكن ما حدش ياخد باله منها، ولكن هو عنده خبرات كبيره جدا في الاجواء الافريقيه وبيعرف يتعامل معاها كويس جدا. يمكن زي ما قلت لكم الغداء انتهى منذ قليل، يمكن منذ لحظات كان موجود مراقب المباراه قابل الكابتن سمير عدلي ومندوب من نادي سيمبا التنزاني، بيتفقوا ان بكره يكون الاجتماع الفني اللي هيكون في فندق الاقامه اللي موجود فيه مراقب المباراه. سالته عن عدد الجماهير اللي ممكن يكون موجود، قال لك احنا بكره هنتكلم في كل ده في الاجتماع الفني، هنتكلم في الملابس الخاصه بيوم المباراه بميعاد الوصول الخاص بيوم المباراه، وايضا عدد الجماهير اللي هيكون موجود في مباراه النادي الاهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاث الرابع عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهرة. فبكرة بإذن الله هيتم حسب عدد الجماهيري لفريق سيمبا التنزاني بعد موافقة الاتحاد الأفريقي، فبكرة بإذن الله هنعرف العدد هيكون كام. هنا الجو في تنزانيا يمكن حر جدا، بتتكلم في درجة حرارة 32 33، الرطوبة عالية جدا جدا جدا، ولاعيبي النادي الأهلي تتمرن في جو يعني جو صعب جدا، وكمان مع الارتداء الكمامة بيبقى الجو لا يطاق، ولكن كالعادة لاعيبي النادي الأهلي بإذن الله يطلعوا بإذن الله رجالة كالعادة ويقدموا أداء مشرف بإذن الله يوم الثلاثاء أمام فريق كبير هو فريق سيمبا التنزاني. هنا الجماهير يمكن يانج أفريكانز كمان بتتمنى فوز النادي الأهلي على فريق سيمبا التنزاني. هنا فريق يانج أفريكانز من الأندية الكبيرة، ويمكن النادي المنافس الوحيد لفريق سيمبا التنزاني في تنزانيا، وكل جماهير امبارح في التمرين اللي حضرت من فريق يانج أفريكانز، ويمكن نادي تعالى بوليا، يمكن بوليا بيحظى بشعبيه كبيره جدا هنا في تنزانيا، ويمكن يعني عنده بعض الجماهير يمكن كتير بنشوف واحنا راكبين الباص او في ملعب المباراه اللي بنتمرن عليه، لا ناس كتيره جدا على طول بتندى على بوليا. هنا العمله بره بقى اجواء معسكر النادي الاهلي، العمله التنزانيه اسمها الشيلين، ويمكن الدولار بيساوي هنا 2300 شيلين، يمكن العمله هنا عاليه شويه. هنا الحاجه بقى ممكن تشتري حاجه، ما فيش حاجه بقى ب 1000 وب 2000، لا مثلا 20000 و30000 و40000، يمكن الاقتصاد هنا يمكن يعني قليل شويه. هنا المنتجات في تنزانيا بيشتهروا بالبني بالشاي بالاسماك عشان جنبنا المحيط، احنا الفندق الاقامه اللي قاعدين فيه امامنا المحيط على طول، يمكن ملعب التدريب حوالي 5 دقائق، استاد المباراة حوالي من 25 ل 30 دقيقة، فريق سيمبا التنزاني موفر حوالي 5 باصات للنادي الأهلي، حافلة كبيرة و4 حافلات صغيرة للبعثة، طبعا رئيس البعثة الأستاذ محمد الضماطي اللي أعطى تعليمات قوية جدا، ممنوع حد من البعثة حتى الإعلامية أو البعثة المرافقة لبعثة النادي الأهلي الخروج خالص من الفندق في فقاعة طبية من الملعب إلى الفندق، ممنوع خالص الخروج حرصا على سلامة البعثة. بالأمس كان في عينة مسحة الكورونا، والنتيجة هتظهر بكرة مش النهاردة، المفروض كان النهاردة، قالوا لا بكرة هتظهر قبل ليلة المباراة بيوم، فبإذن الله بإذن الله مع الإجراءات المشددة من رئيس البعثة ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ بإذن الله بإذن الله بإذن الله تطلع سلبية بإذن الله. السفير سفير طبعا جمهورية مصر العربية في دولة تنزانيا محمد أبو الوفا عامل مجهود كبير جدا مع بعثة النادي الأهلي، كل طلبات النادي الأهلي مجابة، أي حاجة الأهلي بيطلبها موجودة
موجوده، السكرتيري الثاني الاستاذ محمود خليفه على طول متواجد مع البعثه في فندق الاقامه، اي حاجه الاهلي محتاجها على طول بتكون موجوده في فندق الاقامه. يا رب باذن الله تكون هذه الاجواء باذن الله رغم يعني الحراره الشديده والكبيره جدا، باذن الله باذن الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي يوم الثلاث باذن الله، ونفوز على فريق كبير هو فريق سيمبا اللي بيقدم مستويات قويه جدا في تنزانيا وفي بطوله افريقيا الى الان. معاكم لو في اي استفسار نهواند كريم، استاذ خالد معاكم لو في اي استفسار موجود معاكم. هو مش استفسار من يعني في حالتي انا بس هعمل حسابني معاك في شويه بن وانت جاي طالما الجماعه مشهورين بالموضوع ده. عندك اي اسئله ثانيه؟ لا انا يعني بجد ما شاء الله عليك يا شريف، انت يعني عملت تغطيه اكثر من رائعه، انت كمان بتتكلم عن معلومات خاصه بالدوله فنشكرك جدا، وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم التغطيه مستمره اكيد على قناه الاهلي. سلامنا بس للفريق وللبعثه هناك، شكرا ليك.